يا اخويا لو ارفع جسمي ومن بعدي تظل مرمي، وسمعت بالمدينة امي تقول البطل ما وفى. اعيد الك، اعيد الك، تستاهل، بيستاهل ابو فاضل. قل له يا اخويا لو ارفع جسمي ومن بعدي تظل مرمي، وسمعت بالمدينة امي تقول البطل ما وفى. قام يطالع ابو فاضل، كسر خاطر الامام الحسين مشهد، تعرف يا مشهد، شاف زنود ابو فاضل مقطع، لكن لاف زنود على الرايه وضامنها الى صدره. قام الحسين يحرك الرايه يبغي يشيلها عن صدر ابو فاضل، وكل ما اراد يحركها ضمها العباس، خلها ابو علي. ليش ابو فاضل الرايه ثجيله وانت مجزار ومقطع بالسيوف؟ قال ابو علي اذا بشيلها من على صدري عندك فارس بيستلمها. قال ايش صار يا ابو فاضل؟ فصل المصيبة الى اخوك. يقل على العلم خلت ذرعاني وضمت لصدري والعمد جاني، جاني وتالي هطحت عن صهوة احصاني، وشفت امك وشافتني يا نور العين. انت ما تعرف الزهرة يا ابو فاضل؟ شلون عرفت امي؟ قال عندي علامة الى امك ابو علي. شو العلامة؟ اجت لي، اجت لي وشالتني عن الغبرة وضمتني لحضنها وصاحت الزهرة، هذا حسين جالك من كسور. شنو العلامة اللي عندك يا ابو فاضل؟ هذا حسين جالك من كسر ظهره، وشفت العين ملطومه يا نور العين. شاف الدماء جامده على عيون والسهم في العين الاخرى. يلا هذه ابيات الدعوه، واسالك الدعاء. مد الامام الحسين ايده، اراد ان يمسح الدمع عن عينه. قال نور عيوني ابو علي خلي الدماء جامده على عيني، ودع السهم في العين الاخرى، لا تحرك يا ابو علي. قال ابغي القي عليك نظره الوداع وتلقي على اخيك نظره الوداع. قال ابو علي خلني على هذا الحال. اسمع هذا السبب اللي عند ابو فاضل، شو يقول؟ يقول يا اخويا السهم لا تشيله، قسمت براسك الغالي، اخاف انظر الى زينب يا اخويا مسلب اقبال. خلي السهم بعيوني وخلني مرمي فوق القاع، اذا شلت اخاف انظر لزينب ما عليها قناع. كفايه انا اسمعها تنادي ضاع خدري ضاع، وصعبه من اشاهدها بكثيره تنظر احوالي. اي بعد انا وياك جايت انك لبيات. يقول صدق هالسهم ما ذيني، لكن يا اخوي حسين ابى اتحمل انا الالام، وعلي يهون سهم العين، بس ما اقدر اشوف
اعذرها براحة الجفة وتكسر قلبي من تنظر قطيع يميني وشمالي. ايش قال الى الامام الحسين؟ اسمع ايش قال الى اخوه. يقول له خلني السهم باشيله ترى يا ضنوة الكرار اذا شافت سهم عيناك بتذكر وكزة المسمار. فيها لو شافت اسهام بترميها الفجار سهم في نحر عبد الله وسهم في وسط دلالي. الرخصة منكم في هذا البيت الشاعر يريد يألم القلوب يوصلنا إلى مصيبة زينب لكن بتصوره بلسان الحال. اسمع هذا البيت واعذرني على القسوة في هذا البيت. يقول أبو فاضل يقول يا أخوي حسين ما أقدر يا أخوي حسين ما أقدر أشوف بعيني حالتها تركض والشمر يركض وراها يجر عبايته. اخويا حسين ما اقدر اشوف بعيني حالتها تركض والشمر يركض وراها يجر عبايته بصاطة يألمها ويشب النار خيمتها وبس بالرمح يوكزها تصرخ وين كفالي. صرخت يا أبو فاضل ما سمعتها وانت مرمي على المشرع لما ركبت على تل الزينبية ش قالت يا حبيبي؟ قالت يا عباس العدا حرقة وبيوتي يا عباس العدا حرقة وبيوتي شافوا مشيتي واسمعوا صوتي أنا تمنيت قبلك حال موتي ولا أرحل سبي الآل ومي. يلا بيت الدعاء وأسألكم الدعاء تستاهل زينب. بتأمل عاد حال اللي فاقد أخوه من هذا البيت. شو تقول زينب؟ تقول يا محلى الأخت لو عدها أخوان تعيش مدللة وما يوم تنهار ذخرها والسند لو جار لزمان وانت يا زينب وانا اخواني جثث بالغاضريه وانا اخواني جثث بالغايا يا ضري بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا